للحديث أكثر ينضم إلينا من اليمن ضيفي السيد رياض الأحمدي، صحفي ومحلل سياسي. سيد رياض، مرحبا بك. مرحبا بكم ومساكم الله بالخير. أهلا بك. بداية، بعدما بدر من المجلس الانتقالي الجنوبي من خطوات استفزازية تجاه الحكومة اليمنية، برأيكم ما الذي دفعه إلى الانسحاب من القصر؟ في الواقع التحالف العربي بقيادة السعودية أصدر منذ اليوم الأول بيانا يطالب فيها المجلس الانتقالي بالانسحاب، باعتبار أن السيطرة على مؤسسات الحكومة ومعسكرات القوات الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي سبب إحراجا كبيرا للرياض وللتحالف عموما. فالانسحاب هو مطلب رئيسي من مطالب التحالف المعلنة، بالإضافة إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا رفضت يعني أو اشترطت بالأصح أن يكون الانسحاب سابقا خطوة تسبق أي حوار دعت إليه السعودية. وبالتالي نستطيع أن نصف الزيارة التي بدأتها اللجنة السعودية اليوم إلى عدم بأنها خطوة في إطار التمهيد للحوار الذي ستستضيفه السعودية بين المجلس الانتقالي وبين الحكومة. هذا جزئية. الجزء الآخر أن الانسحاب لا يعني الكثير من القصر نفسه، لا يعني الكثير جدا بدون الانسحاب من مختلف المعسكرات التي سيطرت عليها قوات المجلس الانتقالي. فهذه المعسكرات هي أصل الشوكة، لأن عودة الشرعية، الحديث عن عودة القصر وعودة الشرعية بدون عودة الأوضاع إلى ما كان عليه لا يغير في الوضع شيئا. في النهاية من يفرض السيطرة ومن يفرض قراره هو من يملك الأمن والجيش داخل المدينة. طيب، يعني القوات الحكومية أو هذه الخطوة، هل يمكن خطوة الانسحاب من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، هل سيفضي إلى التسوية بين الطرفين؟ أعتقد أن من السابق لأوانه الحكم على الانسحاب بأنه قد تم بشكل كامل، لأنه اليوم وصلت اللجنة، وبالتالي لا نزال نترقب حدود الانسحاب، بحيث إذا تم الانسحاب وعادت القوات الحكومية إلى معسكراتها، هنا يمكن أن نقول أن أزمة عدم بدأت في طريقها إلى الحل برعاية سعودية. لكن حتى اليوم لا يزال الوضع يعني في البداية. نعم. طيب، يعني القوات الحكومية اشترطت انسحاب المجلس لإجراء حوار معه، في المقابل ما هي شروط أو مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي؟ المجلس الانتقالي الجنوبي هو الطرف الذي أصبح سلطة في مدينة عدن. نعم. وبالتالي هو المنتصر. وهو سيفرض شروطه تقريبا على طاولة الحوار، بالمطالبة ربما بتغييرات في الحكومة، ربما أن يدخل شريكا رسميا في أي تشكيل حكومي قادم. هذه كلها، لكن هو المنتصر على الأرض، وبالتالي الحكومة هي من تطالب، من تضع هذه المطالب الخاصة بالانسحاب. أما هو فالمسيطر الذي أعلن أيضا رفضه الانسحاب، يعني ما لم يكن الانسحاب والتسليم للقوات التي كانت مسؤولة عن هذه المناطق، فهو أيضا محاولة لامتصاص الغضب وذر الرماد على العيون، في حين أن الواقع في عدن أصبح آخر. نعم، أشكرك جزيل الشكر ضيفي من اليمن السيد رياض الأحمدي، صحفي ومحلل سياسي، على كل ما تفضلت به.